في الواقع يعني حين حدثني أخي العزيز المهندس أبو هادي أن المنتدى سيستضيف سعادة اللواء أبو نايف فرحت كثيرا، فرحت لأني أعرف من هو أبو نايف، وفرحت لأن أبا هادي يعرف من يختار. وبالفعل يعني أبو نايف أيضا في المجلس حدثني بذلك، ويعني وكانت يعني مناسبة جيدة أيضا يعني أن نحاول بشكل أو بآخر. هذا المنتدى يعني يريد أن يقدم رسالة وطنية، واستضافة الرجال الكبار القدوة أمثال أبي نايف هو يعزز هذا التوجه ويعزز هذا الدور. وتصور أن أبا نايف اليوم يعني قدم لنا ليس فقط سيرة حياة، بل أيضا رسالة قوية جدا عن الوطن وماذا يعني الوطن لنا وماذا نعني نحن للوطن. أبو نايف نموذج كبير جدا لمن خدم الوطن عقود كثيرة، من اليوم الأول من الدراجة إلى الطيارة بكل صراحة. وهو يعني تواضعه الجم أتصور منعه من الحديث بإسهاب عن أشياء كثيرة، وربما أنا أشرت إلى بعضها وبعضها ربما لم أحط به أو لم أشر إليه، وربما الوقت لا يتسع أيضا. لذلك أنا يعني أتمنى فعلا أن نستضيف أبا نايف مرة أخرى ونخليه يركز على موضوع واحد من المواضيع الكثيرة التي تطرق لها، لأن فعلا سعادة اللواء يحمل معه كنوزا كثيرة من المعرفة ومن الخبرة ومن التجربة في العمل الوطني والعمل العام، سواء في وزارة الدفاع في القيادة الجوية أو تحت قبة المجلس الشورى أو في مواقع أخرى. وفوق هذا هو أيضا إنسان مثقف، وحينما تجتمع الصفتان الثقافة من جهة والمعرفة من جهة والمسؤولية من جهة، أتصور الحصيلة سوف تكون كبيرة جدا. لا أريد أن أطيل، أيضا مرة أخرى أشكر سعادة اللواء على تشريفه هذه البقعة المباركة من الوطن محافظة القطيف، وعلى تشريفه هذا المنتدى المبارك. وإن شاء الله نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات خيرة إن شاء الله، وأبو نايف وسعادة العميد وكل الأخوان الأحباب كلهم يكونوا معنا إن شاء الله تعالى. وما زلت أقدم يعني رجائي لسعادة اللواء أن يطيل به المقام في هذه المنطقة لكي نستفيد منهم كثيرا ونقوم بحقه إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.